نهاية ربما تكون متوقعة لملف ظل يشغل الشارع السوداني وأهل القانون بشأن منصبي رئيس القضاء والنائب العام منذ إعلان تشكيل حكومة الفترة الانتقالية. فبعد حسم قرار التعيين للمنصبين وفق الوثيقة الدستورية للمجلس السيادي، تداولت الأوساط القانونية والشعبية عدة أسماء ليتم الإعلان عن إسناد رئاسة القضاء إلى سيدة لأول مرة وتعيين نائب عام جديد. وبموجب الوثيقة الدستورية التي تحكم الفترة الانتقالية، قرر مجلس السيادة اليوم تعيين الأستاذ نعمات عبد الله محمد خير رئيسا للقضاء، والأستاذ تاج السير علي الحبر علي النائب العام. وبهذا تكون المجلس غطوا صفحة يعني شغلت الشارع السوداني فترة طويلة من الزمن. الخطوة التي انتظرها الشارع السوداني كثيرا أملا في تحقيق العدالة يمكن أن تنقل الوضع في السودان إلى مربع جديد، خاصة ما يتعلق بتحقيق العدالة ومحاسبة المتورطين في قتل المتظاهرين. هذا التعيين ينقل الآن البلاد إلى مربع مختلف. هناك كثير من القضايا تنتظر رئيس القضاء والنائب العام تحقيق العدالة فيما يتعلق بقضايا قتل المتظاهرين، قضية فض الاعتصام أمام القيادة العامة الذي راح ضحيته أكثر من 100 شاب وشابة في يوم واحد، وغيرها من قضايا محاسبة رموز ومنسوبية النظام السابق فيما يتعلق بقضايا الفساد وغيره. وكانت قوى الحرية والتغيير قد نظمت الشهر الماضي مسيرة إلى القصر الرئاسي، حيث مقر المجلس السيادي للمطالبة بتعيين رئيس القضاء والنائب العام. خطوات تحقيق العدالة التي يطلبها الشارع السوداني بدأت بتعيين رئيس القضاء والنائب العام الجديد، لتستعد قوائم انتظرت كثيرا لتدخل قاعات المحاكم. أحمد العربي، قناة الغد، الخرطوم.